ليش كل المجرمين هيك؟ ليش؟ حياتي هاتي بعرف انه اللي صار معك منه هين ابدا وقاسي صديقي عم حس فيك انا مخنوق عم بموت من جوع عم بموت اخبرني جاد اخبرني بليز حياتي انت حياتي انت خفت عليك كثير خفت ما يكون صار لك شيء هلا اللي لازم تعمله انك تروح عند امل وسته وتاكد لهم انه لازم يبقوا بالبيت ما لازم تشحطهم ابدا لانه هذا الموضوع بيجي ضدك 100% لازم تنتبه على هالموضوع مسيو رمزي طيب هلا بمرق انا وعادل وقول لهم هالشيء كثير منيح الست نسرين صارت بالبيت عال كيف وضعها؟ قالت لي عفيفي انها وصلت تعبانه كثير كانت رح توقع بالارض بس الخويا جاد والست هند والست جينا وعفيفي استقبلوها منيح شربوها وطعموها بس الخواجة جاد خبرها باللي صار بخيا وبيا والكل صارت تبكي وتصرخ لكن يلا مثل ما اتفقنا لازم تروح عند أمل وستة وتأكدهم انه لازم يبقوا بالبيت وما يطلعوا من البيت أبدا وبعدين دغري لعند المدام لازم المدام تتأكد انه نادر هو اللي خطفها وانت ما لك خصة بولا شيء أبدا نهائيا لكن أنا رح أمشي غرفتي حاضرة بالأوتيل؟ غرفة؟ سويت أنت لازم ترتاحي وتبقي هون لأنه ما منعرف قدي لازم ناخد وقت لحتى نطلع من هالمصيبة اللي وقعنا فيها أنا ما بعتلو همي بتمنى بس إنكم تنفذوا كل شيء عم بقلكم إياه بحذافيره ما لازم نغلط أبداً وبتمنى منكم إنه ما نخبي شيء على بعض كل شيء لازم نقوله مثل ما هو اتفقنا؟ يلا الله معي مرسي نشوفك عادل منين الله بعت لي هالمحامية مثل الحلم قوية ومحمسة شاطرة وقوية وذكية ومحمسة وقيتها عايزة مصاري كمان عال عز الطلب لازم نبلش نكرمها حتى ما تفل يلا هلا منروح انا وياك على بيت امل ومنقول لهم هالكلمتين اللي اتفقنا عليهم ومنرجع على البيت بسرعة لأني حاسس إنه نطرني مصايب كتيرة من نسرين بالبيت إن شاء الله لا جواد عمول معروف بتوقف لي شوي وقف لي شوي جواد رح اختنق رح موت روقي يا أمل روقي ما بدي شي من هالحياة غير انه شوف بنت اعبطها شم ريحتها تعيط لي ماما بس لمرة واحدة رح نلاقيها رح لاقي لك اياها حلوف حلوف بصحة اهلك انك رح تلاقي لي بنتي وعدني جواد شو في وليد ليش معصب هيك ليش مسكر خطيك ما بتقول انه يمكن بدي ادق لك او عايزك بشي ضروري
انت قلت لي انه رح تمرق عشيه تاخذني نتعشى سوا، وتركتني كل النهار لحتى افكر. هيك صار او انا غلطانه؟ اذا بدك تفكري بتسكري خطك. يعني بعمل اللي بدي اياه وليد؟ لا، ما بتعمل اللي بدك اياه. انا بدي ادق لك وبدك ترد علي. شو في وليد؟ شو صاير لك؟ ما بعرف شو صاير لي، ما بعرف شو صاير لي. لو بعرف كنت خبرتك، بس ما بعرف شو صاير لي. خلص برجع باخذك عشية. ما بعرف شو صاير لي، عن جد ما بعرف شو عم بيصير لي، بس صرت معلق فيكي. ما في اتحمل ابعد عنك، ما في افكر ولا لحظة انه نبطل نحكي او بطل شوفك. انا رح اعطيك جوابي من هلا، ما رح انطر لعشية. اصلا القصة ما بدها كتير تفكير. وليد انا اكبر منك، والزواج بهالحالة صعب كتير وبده دراسة كتير. خلينا نضل مع بعض فترة، نظهر سوا، نحب بعضنا، نصاحب، منضل مع بعض بس بدون ارتباط. هيك منتأكد من حبنا، أو منتأكد إنه اللي بيناتنا نزوة ومرقت. طيب أوكي، موافق. بس قبل بدي إياك تعرفي كل شي عني، بدي أخبرك كل شي عني. ليلى على العشاء بنقعد وبنحكي كل شي بصراحة. طيب افتحي خطك، بركي كان بدي شي منك. ايه هند؟ ليش مش عم ترد علي يا اسعد؟ ماني فايت بالباب هلا، كان تليفوني سايلنت ما سمعته. قولي لي في شيء؟ انا بحاجه لإلك، بحاجه لإلك كثير. مليون ضربه عم بتصير هون، لازم تكون حدي. تلفن لليندا، ساعه خطة مشغول، ساعه ما عم بترد، وهديك الثانيه مغرومه مدري شو ضربها على راسها. دخيلك توقف حدي، البيت كله عم ينهار، الوضع مأساوي. هند الله يرضى عليكي، ما بقى تدخليني بمشاكل رمزي وعائلته. يا عمي رمزي معي كتير منيح، ليش بدك تخانقيني معه؟ ليش؟ أسعد، نسرين وجاد مغرومين ببعضهم كتير. شو؟ لك هلأ شفته من شوي غامرين بعضهم مثل المجنين. هو بيقول له حبيبتي، وهي بتقول له قلبي وحبيبي. شو هالحكي هيدا؟ أسعد أنا خايفة رمزي إذا عرف يقتلهم اتنيناتهم. مش بس هيك، جينا مغرومين بشاب بيشتغل بجنيني وبيا رافضه، وقصة أمل ومليون قصة تانية. أنا خايفة لحالي. طيب طيب، هلا بتصل برمزي وبقول له إني طالع نزلك، هيك ما بيشتلق على شيء. بطلع لعندك وببقى معك وبنحكي على رواق. أسعد بترجيك تجي، أنا خايفة على الولاد، هاو مثل ولادنا مش هيك حبيبي؟ أكيد حبيبتي أكيد. هلأ الليلة بطلع لعندك وبنحكي. رح نمشي خويجة، رح نمشي، نضبضب أغراضنا وبنمشي، بس عمو المعروف أعطينا وقت للصبح. خويجة جاي يقلكن ما تتركوا البيت عبلا، بدو إياكن تبقوا. عن جد؟ كتر خيرك يا خويجة، يطول عمرك. المحامي اللي كان عندي قبل طلب مني أعمل هيك، بس أنا فكرت، حسيت إنه ما بقبل إنه أترككم تتشردوا بالطرقات. بقى شحطت المحامي ولا عندي غيره، وإنتوا بتبقوا هون. كتر خيرك، طولنا عمرك. وين أمل؟ راحت وبعد ما رجعت، هلأ بس تجي راح أخبرها، وكتير راح تنبسط. بكرة الصبح عادل بيجي بالسيارة بياخدك على السوق، تشتري كل أغراض البيت، وشو ما بتعوزي. أنا ممنونتك، ممنونتك بيطولنا عمرك. عبلة أنا إنسان منيح، ومهما عملت أمل لحتى تشوه لي صورتي ما رح تقدر، وببقى منيح. بعرف طولنا عمرك. عبلة أنا بحبك كثير، وبحب أمل،
وما بدي إلا مصلحتكم. احكي مع أمل توقف الجنون بقى. اللي عم تعملوا مش منيح لا لإلكم ولا لإلي. أنا بعرف هالشي، بس أمل يا خويجة بعدها صغيرة والحياة قسيت عليها كتير، ضربتها ضربات قوية وآخر شيء أخذت لجوزة. عمر معروف، أعطيها شوية وقت بتروق. طيب رح أتكل عليك. يلا عادي، الله معك، طول عمركم. مين؟ جاد. استحيل جاد، لوين فايت؟ شو عم تعمل يا مجنون؟ بدي اطمن عنك. ان شاء الله ما عرفت انك مخطوفه، خوتت جنات. كل اللي كنت عم فكر فيه انه هذا اللي اسمه نادر عم ياذيكي وعم يعتدي عليكي. جاد ما تحكي ولا كلمه نسرين، ولا كلمه. ما بعرف شو بدك تقولي عني، مجنون بلا وفا بلا اخلاق بلا ضمير، بس انا مغروم فيك. مش عم فيني اكمل حياتي، كل اللي عم فكر فيه هو انت. تعي نهرب نسرين، تعي نفل من هون هلا، تعي نهرب. جاد شو عم تفكر مجنون؟ نحمل حالنا ومنفل هلا، منفل انا وياك. لوين بدكم تهربوا جاد؟ لوين؟ قولوا لي لوين بدكم تهربوا يا شاطرين؟ خالتي انت فهمان الموضوع كله غلط. ابدا مش غلط، فهمنته صح وكتير صح، واللي قالته جينا الهيئه مظبوط، ما هيك؟ عفيفي وين نسرين؟ طلعت على اوضتها تتحمم وترتاح. طيب شو عادل؟ ما عندك شي تقول لي اياه؟ بعدين بنحكي. اللي صار من سنين فكرك انه بيتصلح بلمحه بصر؟ ولما نحن نقرر يعني؟ شو بكون ساكتين؟ جاوبوني، جاوبني جاد. شو بدي جاوبك خالتي؟ شو هالأسئلة اللي بدها تعمي هاو؟ كنت عم تقلها تعي تنهرب. لوين بدك تهرب انت ونسرين؟ لوين بدك تهرب مع مرت بيك؟ خلص بقى خلص. ما في شي خلص، اللي سمعته خطير. هيدا ابن جوزك وانت مرت بيه. بعرف ما في لزوم بقى تذكريني، بعرف ما في شيء بيني وبين جاد، أنا ما عم بعمل شيء غلط، أنا ما خنته لرمزي. ما خنتي؟ لا ما خنته. ما في شيء بيني وبين جاد. بحلف لك إنه ما في شيء. واللي شفته اليوم بجنينة، أنتوا عابطين بعضكم وعم تبكوا. هو بقول لك حبيبتي، وأنت بتقولي له حبيبي. هيدا شو معناته؟ شو نسرين؟ قولوا لي، شو معناته هيدا؟ وهلا عم تقلها تعينا نهرب، هيدا كمان شو معناته؟ مش اسمه حب هيدا؟ بلا اسمه حب، بس هيدا حب محرم علينا ونحن عارفين هالشي، وما في علاقة بيناتنا. أنا بأكد لك خالتي، أنا مسلم ونحب بعض. بعرف إنه هيدا الشي غلط، بعرف انه غصبا عنا، بس مش عم فينا نوقفه. صدقيني خالتي نحن عم نتعذب مش مبسوطين هيك. هيدا حب بيدمر، بيقتل، بفكفك عيال. انسوه، بعدوا عنه، انسوه هالحب قبل ما يدمركم ويدمر العيلة كلها. اذا بيعرف رمزي
بيقتلكم. أنا أكيد إنه بيقتلكم. مش رح يعرف، ما تخافي. جد لازم تنزل على بيروت، روح عند خطيبتك، وجودكم حد بعضكم عم يفضحكم. لا مش رح فل من هون غالدي، أنا مش عم بعمل شي غلط. جد لازم تنزل اليوم، فل من هون بترشيك. مش رح فل من هون قبل ما أطمن عليها، أنا خايف عن سرين. يا عمي أنا حتى أنا هون أنا بهتم فيها، أنت فل فل قبل ما بيك يشتلق عشية، هونيك المصيبة الكبيرة. حبيبتي أنت رجعتي؟ طلع سلامي يا قلبي. قولي لي طمنيني، حدا عمل لك شيء؟ حدا دق فيكي؟ حدا اذيكي؟ تحبي نروح لعند الدكتور يشوفك؟ او مفوت على مستشفى يكشفوا عليكي؟ ما في شيء، ما بيني شيء رمزي. ليش هيك واقفين؟ ليش موقفين حبيبتي؟ بعدها ظهرها من الحمام شعرها مي وبعدها بالروب. في شيء؟ عم تحكوا شيء؟ لا بس جيت انا وجاد نطلع على نسرين لانه وصلت على بكره كنت شوي تعبانه، خفنا عليها ليكون صابها شيء بالحمام. خلص ما بقى تخاف عليها، هلا انا هون انا بحميها. فيكم تروحوا. جينا وين؟ تحت بجنينه. فيكم تروحوا، الحمد لله نسرين رجعت لنا بالسلامه وما بها شيء. جاد أنا ممنونة كتير حبيبي لأنك اهتميت بنسرين. صار فيك تروح لعند خطيبتك وعلى شغلك. ما تحت الهم، يلا روح. طيب أنا برا. بس كنت عم فكر إنه بركي نسرين بدها تنزل على بيروت كرمال الخية وبيها. إنه بتعرف كرمال طارق يعني تضل بالتعازي والدفن حد أمها. هيك. خلص ما تخاف. أنا رح أهتم بكل شيء. بالنهاية دبي مرضي وأنا بدي أعمل واجباتي معه كاملة. الله معكم، فيكم تروحوا. حبيبتي هلا وقت مشيت شعر؟ انا ما صدقت انك رجعتي لي بالسلامة. لا بس كان بدي نشطه قبل ما ينشف ويصير معركج. انت حلوه كيف ما كنتي. يلا لحظه انا فيت على الحمام دقيقه وبرجع لك. Thank you.
اشتقت لك كثير. وانا كمان ضل فكر فيكي كل النهار، بخاف عليكي منهم كلهم. انت احن وارق منهم كلهم، بحس انه لازم يكون حدك وعم بحميكي. ما تخاف علي حياتي، انا من لما صرت تحبني صرت حبك، صرت اقوى بكثير، صرت حدا تاني صدقني. ما بقى اخاف من حدا ولا بقبل انه حدا يأذيني. واذا يلي عم بحسه معك هو الحب، يعني انا اول مرة بحب بحياتي. ولا مرة حسيت اللي عم بحسه انا ومعك وأسيم. اكيد هذا هو الحب، لانه انا كمان هذا الاحساس اول مرة بحس فيه. كتير برتاح بس كل معك، كتير مبسوطة. ممنونتك. تفضل اشرب فنجان قهوة. مرسي كتير، أنا هلأ لازم أمشي، بدي أدبر لكم بيت تنقلوا عليه. ما في داعي، قبل شوي إجا لعنا خويجة رمزي هو وعادل، وقال لي إنه المحامي اللي كان عنده طلب منه يشحطنا، بس الخويجة ما قبل. شحط المحامي وجاب واحد جديد، وبدو إيانا نبقى هون. بدو إياكم تبقوا هون، بس أنتم من بكرة الصبح لازم تفلوا. ما لازم تضلوا ساكنين ببيت لإله. ليش؟ أمل بتخبرك. بدك شيء؟ ممنونتك على كل شيء. تبع حالك. أنت كمان. إذا عزتي شيء حكيني. الله معك. ليش عم بتصفي كل هالكراسي؟ مشان العزا. اي عزا؟ ما حدا طلع لينا اصلا. نحن من غير شيء ما حدا بيطلع لينا. كيف هلا؟ خيي قتل بيي وهرب. ما زال اختي ما اجت سالت لا عن البابا ولا عن هشام. لمين عم بتظهري كل هالكراسي؟ ما حدا رح يجي لا على الدفن ولا على العزا. كل الناس بتكرهنا وبتحتقرنا، بتخاف منا كمان. بكره بيجوا. بكره الدفن، بكره كلهم بيجوا. حتى اختك نسرين بتجي. بعدين هيدا انسان ومات، لازم نعمل واجباتنا معه. بضل اسمه بيك وجوزي. بنعمل اللي علينا والباقي مش مهم. بكره هالعائله. بكره حالي لاني من هالعائله. بنوت تيتا. بنوت صغيرة. كنت حاسة هيك، بتعرفي ليش؟ صوتها لما خلقت، مع انه كان صوت طفل عادي، بس كان في نعومة البنت. اصابيعها، ايديها يلي قدرت شوفهم قبل ما ياخذوها مني، كانوا اصابيع بنت. ناعمين، حلوين صغار للأميرة الحلوة. هلا بتكون صارت كبيرة، ما هيك تيتا؟ ايه تيتا. يعني قديش بتكون صارت البنت بهالعمر؟ انت متذكرة قدي انا كنت بس كان عمري 5؟ هالقد؟ أنا بقول صارت هالقد هيك لهون، وبقول كمان إنه شعراتها هيك شوي على أشقر. بس لا لا، هي ما بتشبه رفقاتها بأوروبا، هونيك كلهم شقر وعيونهم ملونين. بنت بتشبهني إلي هيك، شعرها لونه بني وعيونها بني، بتشبهني وبتشبه بيا، ما هيك ستة؟ بدي بنت ستة، جيبولي بنتي، بدي بنتي،
بدي اشوفها بس لمره واحده. انا بقبل شوفها وموت. اسكتي وهي تحكي هالكلمه مرتين، ما حدا رح يموت، يقطع الموت وساعته. شو ما في الا نحن يزورنا الموت بهالدنيا. ماما بكفي موت وبكفي بكي. بكره رح تلاقي بنوتك الحلوه وتعشق انت وياها باذن الله. بدي اشوف، بدي اعبطها، بدي شمها، بدي بنت ادخل اجريك، بدي بنت. الله كريم ماما، الله كريم يا حبيبتي. سوري يا امي سوري. بدي بنت. لازم انزل على البيت كرمال خيي طارق، هالقصة مش قليلة عليه ابدا، لازم اوقف حده. اكيد لازم توقفي حد امي كمان لحتى تدفن بيك دفن لايق. ما بهموني اتنيناتهم. اوه شو قاسية. قاسية؟ هلا انا صرت قاسية ما هيك؟ طبعا، لانه اللي حاقد علي مات، مات ورح يصير تراب. واذا مات يعني؟ وإذا مات بنسى يلي عملوا فيي؟ أنت فكر إنه حقدي لهالرجال هو قرار فيي أتراجع عنه ساعة اللي بدي؟ هيدا زلمة أذاني كل حياتي وبعده لليوم عم بيأذيني. أنا بعدت عنه لحتى أنساه وأنسى عماله. بالنسبة لإلي بيي ميت من زمان. وأمك وخيك أذيني حتى نسيتيهم هيك؟ أمي كانت ضعيفة وتركته يأذيني، وخيي هشام عمل أضرب منه. كلهم مأذيين. أنا نسيتهم ومحيتهم من حياتي. وانت مش مأذية؟ أنا؟ شو مأذية؟ شو قصدك؟ ما قصدي شيء، ما قصدي شيء. ليه خفتي؟ أنا ما خفت بس ما فهمت شو قصدك. قصدي إنه كان لازم تسامحي أمك لأنه مرة ضعيفة ومش قادرة تعمل شيء. وكان لازم توقفي حد خيك لأنه ضحية الرجال المأذي والمجرم. أنا كان لازم صورة على الحياة. هالحياة اللي كنت عايشتها كان لازم بعد وانتقم لحالي. وقال لك تطلعت مرة مسحوقة وضعيفة مثل أمي، مرة ما بتعرف تدافع عن بنتها إذا بيها ضربها وإزاها. يعني هلأ أنت عم تنتقمي لحالك؟ كيف عم تنتقمي لحالك نسرين؟ كيف؟ من مين عم تنتقمي لحالك وكيف؟ عم بنتقي من رجال العنيفين، عم ساعد النسوان الضعاف يصيروا قوايا ويطلعوا من قهرهم. كل مرة بقاصص فيها رجال بشع وعنيف كون عم بنتقم لحالي. لبسي ثيابك تننزل على بيروت نعمل واجبات وندفن بيك مثل ما لازم. بالنهاية أمك لا فيها ظهره من المستشفى ولا فيها تدفنه. وإكرام الميت الصلاة عليه ودفنه. أنا فايت أتحمم وغير تيابي. لبسي أنت كمان تيابي ليقوا بالعزة. لازم توقفي حد أمك. الموت له حرمة، ما هيك؟ على فكرة أنا كتير انبسطت من جد لأنه فكر فيكي وبأهلك وبالواجبات. هو مهمل شوي من هالناحية، وأنا كنت دايما أتخانق أنا وياه لأنه ما بيعمل واجباته مع الناس. بشكرك حبيبتي، بشكرك كتير لأنك هالقد غيرتي بعائلتي وحطيتي فيها هالقد من جمالك وإنسانيتي. بس يا حبيبتي أحسن ما نتأخر. هيدي الكفالة تبع بودي. كتر خيرك يا رب، الحمد لله الحمد لله. بودي رح يطلع بكره بريء بإذن الله. الحمد لله يا بنتي الحمد لله. والمصريات كتار؟
مش مهم المصاري بابا، المهم انه خي بودي طلع بريء ومنه مجرم ورح يكفي حياته ويعمل مستقبله. بيك بيقصد حبيبتي انه كيف دبرتيهم من جد ما هيك؟ اكيد، انه من وين بدي دبرهم من جد. الله يطول بعمره ويخلي له احبابه واصحابه يا رب. ماما قومي فوت اعمل لنا ركوه قهوه هالقد. يلا قومي كرمال نشربها نحن ومرتاحين. احلى ركوه قهوه بالعالم لاحلى بنت بالدنيا كلها، ولك قدي ب100 رجال قال شو بيزعلوا اذا اجاهم بنت، بتقبريني ان شاء الله. مع حق، انت ب100 رجال. انا كل يوم بشكر الله 1000 مره انه اعطاني بنت مثلك، طيبه وحنونه وذكيه وطموحه. الله يبعث لك ايام حلوه يا بنتي. انا قد ما عتلين هم خيك يطلع مجرم ويفقد حياته كلها، كنت عتلين همك يطلع مجرم وجاد يتركك مثل ما مايا تركت طلال. بس هلا ما في داعي للهم والمشاكل، خيك بريء والحقيقه بينت. ليكي مرتاح بالك من يم جاد؟ بلا بابا بلا، الحمد لله ارتاح بالي. وسيم بدي اكون معك لحالنا، بدي اشوفك لحالنا. نحن لحالنا هلا. لا بدي اكون معك بالبيت لحالنا، بدي احبك وتحبني، بدي احس انه في حدا عن جد بحبني. جينا ما ترجع لافكارك المجنونه، بترجاك شفتي شو صار فينا من ورا عنادك. بس انا بحبك وبدي اكون معك. بدنا نروح حبيبتي ولا ما في شي بينحل. بدي اتجوزك وكون معك ببيتك هون او مطرح ما بدك. وبيك؟ بيي اكتر شي في يعمله انه يحرمني من الاملاك والمصريات. انا ما بدي اياهم، انا بدي اياك انت. بدي اعيش معك ببيت فقير لحالنا انا وانت وبس، يكون في عنا جنينة صغيرة ودجاج وهيك. أنا ساعتك كمان. مجنونة؟ إيه مجنونة، وبشهادة حكيم كمان. فشر، ما تقولي هيك، أنت مش مجنونة، أنت بس بحاجة لشوية حب واهتمام، وأنا بوعدك ما بتقعدي عاوزة تاخدي ولا حبة دواء، بصير فيك تعيشي بشكل طبيعي مثل كل البنات. أنت بتجنني حبيبتي، وأنا بحبك كتير. خدني لعندك وسيم، ما بقى بدي روح عبيت البابا. ما فيي هلا، انا اصلا بعد ما طلعت لعند عائلتي على البيت، بعد ما قلت لهم اني تركت الشغل بالمزرعه، عم بشتغل شوي بالحطب كرمال طلع شويه مصاري ابعت لهم اخر الشهر مثل العاده. حرام اذا بيعرفوا بيخافوا بيعتبروا. يقبرني قلبك. يلا حبيبتي صار لازم ترجع هلا بيستفقدوك. يلا روحي. ليه عم تطلعي فيي هين؟ مش عاجبينك تيابي؟ بدك تقنعني انه انت رمزي اللي بتغار علي من الهوى؟ مقتنع انه نادر الشاب المهووس فيي هو اللي كان خطفني، وما بتسالني ولا سؤال عن الليله اللي قضيتها معه برات البيت؟ بدك ياني صدق هالشي؟ اكيد بدك تصدقي، لانه انا كنت متاكد انه ما عمل لك شيء، مش قادر يوصل لك حتى. شو اللي مخليك تكون متأكد هالقد؟ من لحظة اللي اختفيتي أنا تأكدت إنه هيدا اللي اسمه نادر خطفك. بتغري أنا عملت اتصالات وحطيته تحت المراقبة، كنت متأكد إنه ما رح يوصل لك، يعني مراقبه. عنجد؟ إذا كنت مراقبه يعني شفت كيف خيي هشام قتله هو والبابا هيك؟ ما خبروك الشباب اللي عم يراقبوا نادر انه انقتل بذات الليل اللي كان خطفنا فيها؟ ولا ما فكرت فيها السؤال رمزي؟ شو بفتكري بيه؟ انه
انا اللي كنت خاطفك مثلا؟ اي عم توجعني تكني. متعصبيني؟ عم تعصبيني حبيبتي؟ بتعرفي انه انا بغار عليكي من طير الطير وبصير تحكي اشياء غريبه عجيبه عني؟ انا لو ما كنت متاكد انه ما حدا لمس شعره من شعراتي كنت هلا عم بحرق لبنان كله. انا اذا بعرف انه حدا لمس شعره من شعرات راسك بحرقه، بعمله رماد. انا بحبك يا مجنوني، انا بموت فيك، انا مش باقي لي حدا غيرك بهالدنيا كلها، انا عايش لشم ريحتك وبس. بيكون بعلمي إذا بعرف إنه حدا اطلع فيك تطليع بس بمحيه عن وجه الأرض مين مكان يكون. صدقيني مين مكان يكون حبيبتي. قصتنا من أغرب القصص، تلاقينا وما أصعب اللقاء، تا انساكي ما عندي فرص، ونكملنا قلوب انحرقت. عشقنا بعض ضعنا بهالدنيا، كذبنا كذبة وبدنا نصدقها، كل دقيقة عشناها سنين والسعادة سرقة نسرقها. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي تأخرتي؟ حبك محرم علي تأخرتي. وين كنتي لما كان قلبي فاضي؟ وين كنتي حبك محرم علي تأخرتي؟ يا حبيبتي قصتنا من أغرب القصص.